الله جل وعلا يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. اللي كذب وتولى اللي كذب موعود الله وبلقائه وكذب بعطاء الله وخلف الله عليه هو اللي يكذب. الإنسان اللي صادق مع الله وموقن بالله جل وعلا أنه هو اللي يخلف عليه بخير تجده ينفق ولا يخشى، تجده مصدق لله جل وعلا مصدق موعوده أن الله بيخلف عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من وين؟ وهو خير الرازقين. الله أكبر. الله جل وعلا يخلف عليك في الدنيا ويوعدك في الآخرة. قال وسيجنبها الأتقى. من هو الأتقى اللي نزلت فيه الآيات؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق آية من آيات الله وهو أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق وكان وجاء بماله كله. قال ما تركت لهم يا أبا بكر، ما تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام على اليقين هذا. أبو بكر كان معطاء، رجل معطاء. ليه؟ لأنه يرى الجنة ويرى النار قدامه. الإنسان اللي بيحط هدفه الجنة ما عاد يستخسر شيء عليها. تجد الآن في واقعنا تجد أهل الخير تجد عندهم إنفاق عجيب وتجد فيهم عطاء حتى بالنفس، استقباله، ابتسامته، تواصله معك مع أنهم ناس كبار، يعني سواء في مناصبهم سواء في أموالهم سواء في، تجدهم كبار ومع ذلك تجده يتواصل مع الناس وينظر لأحوال الناس ويتفقد أحوال الناس. ليه؟ لأنه ينظر الهدف هناك. لذلك اللي يبغى النعيم الدنيا المعجل ويبغى النعيم الأخروي فليبادر، يبادر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. الله ييسر لك الخير. الإنسان اللي صدق موعد الله تجد الله يفتح له أبواب. فتح لك اليوم الباب هذا، ترى بكره بيفتح لك بابنا أكبر منه. تشوفون الآن يعني التجار عندنا اليوم تجدون أوقافهم شيء عجيب. صح. من وين جمعوا ذا الأموال كلها؟ تيسير الله جل وعلا، ثم يسر لهم الإنفاق في هذه وجوه الخير. أنا دخلت في مسجد في العزية مبني عام 1399 في مكة للشيخ صالح الراجحي رحمة الله عليه. أقول سبحان الله، شف كم له الآن 46 سنة ومع ذلك شف المسجد ما زال قائم ويحصد الحسنات وهو في قبره. لذلك الإنسان يبادر للخير، يبادر للأوقاف، يبادر لكل فعل خير حتى أنه عداد الحسنات ما يقف. جميل. الله يوفقنا وإياكم ما شاء الله، الله يفتح عليك يعني. وبيض الله وجهك. حتى اللي مو مستطيع أنه يعني يبذل، أقل شيء يبلغ، بلغوا عني ولو آية، أنه نشر مثل مقاطع الأوقاف أو مثلا حسن الخلق أو إلى غير ذلك. الناس يشقى محشر أو صابين.